وللحديث عن المواجهات المسلحة في السودان وتفجر الأوضاع في الجيش وقوات أو بين الجيش وقوات الدعم السريع، ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي حامد ممتاز، كما ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف من اسطنبول الأكاديمي والمحلل السياسي السوداني الدكتور محمد أحمد ضوينا. حياكم الله ضيفي الكريمين. علي أبدأ معك أستاذ حامد. أستاذ حامد، هل كان متوقعا أن ينتقل السودان إلى حالة الاستقرار وحالة انتقال ديمقراطي برأسين عسكريين للسلطة؟ بالتأكيد لا. طبعا الأحداث التي شهدها السودان خلال 4 سنوات الماضية كانت تعود إلى هذه النهاية، لأنه الانقلاب الذي حدث في أبريل 2019 بمؤامرة داخلية وخارجية هو قاد الأحداث إلى أن وصلنا إلى هذه النقطة التي تحولت فيها الصراع السياسي إلى صراع عسكري، وهو صراع على السلطة صنعته شرزة من أحزاب قليلة في العدد والجماهير، وحاولت أن تنحاز إلى طرف قوات الدعم السريع لتشكيل الوضع السياسي الراهن نحو تشكيل سلطة تسمى مدنية تدعو إلى استقرار سياسي وديمقراطي في ثوب متلبس بالدعم العسكري من قوات الدعم السريع. ولما فشلت هذه الأحزاب الصغيرة في تسويق الاتفاق الإطار الذي هو وش البلايا في الوضع الذي نحن فيه الآن، حاولت أن تنحاز وتدعم الدعم السريع إلى مواجهة القوات المسلحة والتحامل على قيادة القوات المسلحة نحو تغيير أحداث السياسية في السودان إلى صالح هذه الأحزاب القليلة، وهذا بدعم من المبعوث الأممي الذي يوجد الآن في السودان ويتباكى على وضع السياسي الحالي وما وصلت إليه البلاد من نقطة لا عودة في الصراع العسكري. كل هذا لا يقود بأي حال من الأحوال إلى ديمقراطية ولا إلى تحول إلى مسار ديمقراطي ولا استقرار مدني أصلا بأي حال من الأحوال. كان طبيعي أن ينتهي إلى هذه النقطة التي سعت فيها قوات الدعم السريع إلى انقلاب عسكري اليوم للسيطرة على الأوضاع في السودان، وأن تحكم مع الأحزاب الصغيرة التي حجزت أن تذهب إلى صندوق الانتخابات أو أن تذهب إلى حل سياسي يجمعها والأحزاب القوى السياسية الوطنية الأخرى. النقطة الحالية هي اليوم اللي حدثت هي انقلاب عسكري من قبل قوات الدعم السريع على الأوضاع في السودان. نعم أستاذ ضوينا، يعني إلى أي حد فاقم ارتباط طرفي الصراع بالأطراف الخارجية بالوصول إلى نقطة التصادم المسلح برأيك؟ ومشكوركم لاهتمامكم بالشأن السوداني. حقيقة التدخل الخارجي الإقليمي والدولي هو الأساس في وصول البلاد إلى هذه المرحلة الخطيرة. أحداث خطيرة شهدها السودان أثبتت أن الذين قاموا على أمر الانتقال كانوا محركين من الخارج، وبالتالي انغلقت عقولهم الجمعية في اتجاهات محددة لتحقيق رغبات خارجية، وبالتالي فشلوا حقيقة كمدنيين وعسكر في إدارة انتقال رشيد وفي إدارة فترة انتقالية حميدة تؤدي إلى انتقال سلس وديمقراطية سلسة، ولكنهم تنازعوا كمدنيين بينهم وتكالبوا على بعضهم البعض وفشلوا في تحقيق كل شيء من مطالب الدولة السودانية والشعب، وفشلوا كعسكريين في أن يحدثوا توافق بين القوى العسكرية المختلفة ويحققوا دمج سلس للدعم السريع في الجيش. معلوم أن الجيش السوداني عنده تجربة كبيرة جدا في دمج الجيوش، وجيش جنوب السودان كان مدمجا وجيش الحركات هنالك خبرة في هذا المجال. فما الداعي لإسناد هذا الملف الأمن الكبير إلى مدنيين يتلاعبون بالجيش السوداني كيف يشاءون ويحاولوا أن يخلطوا الأوراق حتى تحكمت فيهم قوة خارجية أصبح هدفها الأساس هو الفتنة بين الجيش والدعم السريع لإفساد الدولة السودانية ويستطيع الهيمنة إليها من خلال عناصرهم الموجودة ومن خلال الناشطين الذين أداروا مشهد الانتقال بعد سقوط البشير، والذين أثبتوا أن الثورة أخطأت في إسقاط حكومة البشير لأنها كانت تتعاطى مع هذه الملفات بروح عالية جدا وبفهم متطور، وكانت تعالج ملفات الدعم السريع بل تستخدم قوات الدعم السريع لتحقيق الأهداف الأمنية المنوط بها ولا تجعلها تتجاوز الحدود والبروتوكولات المناط بها. ولكن هذه الفترة الانتقالية شهدت فوضى كثيرة جدا، تخبط في إدارة الملفات، ما استطاعوا أن يسيطروا على قوات الدعم السريع، تركوا قوة أجنبية تتحكم في هذه القوات وتسيطر عليها،
وتركوا ايضا ناشطين وقوه سياسيه يساريه ليس لها هم في اصلاح السودان ولا في تطور السودان، جعلوها تستقطب هذه القوات وتحركها كيف شاءت، وهو اساس الفتنه الكبيره التي حدثت الان. هذا الاتفاق الايطالي الذي كان وبالا على كل مكونات الدوله السودانيه عسكريين ومدنيين، فرقت المؤسسات، فرقت الاحزاب، فرقت الجيش، والان اخر امرها انها وصلت الى هذه الحرب التي من خلالها تستطيع اضعاف الجيش السوداني، وان لهم ذلك يستطيعون اضعاف القوات السودانيه كلها وخيبه الدوله، وبالتالي الدوله تنهار وتكون رهينه وفريسه في يد قوه اجنبيه ليس لها هم منذ نشات ومنذ استقلال السودان، ليس لها هم سوى تفكيك دوله الاسلام وتفكيك الدوله السودانيه الرشيده، ومحاوله جعل دوله هشه هينه ضعيفه كشان الدول الاخرى. الان الشعب السوداني يتعجب لهؤلاء القوم الذين يتقاتلون والذي ليس فيهم رشد اصلا، يمكن ان يتقاتلوا في قضايا ممكن حلها بطريقه توافقيه وبطريقه اطاريه، ويمكن ان يشكلوا حكومات ترضي الشعب السوداني، ويمكن ان يشكلوا تحالفات سياسيه يقبلها الشعب السوداني، لكنهم هم مضوا في اتجاه مغاير لقضايا الشعب، بل حصروا العقل الجمعي للمدنيين والعسكريين فتره الانتقال بان محاربه الفلوس، اسناد كل امر وكل انجاز واعطاء وحشد وتحاشد للفلوس، فانصرف عقلهم عن بناء الدوله، عن تحقيق اهداف الدوله، عن تنفيذ متطلبات الدوله السودانيه، وانحصر عقلهم في صناعه الخراب الذي اكتمل اليوم. نحن نناشد الجيش والدعم السريع بضروره معالجه هذه المشكله حتى لا يتضرر. طيب أستاذ حامد، هل خرج السودانيون برأيك، هل خرجوا بتظاهرات كبيرة وقدموا كل هذه التضحيات لاستبدال سلطة عسكرية بسلطتين عسكريتين تتصارعان؟ وبالتأكيد قراءة الأحداث في الماضي والتغيير الذي حدث قبل 4 سنوات ولم يكن ثورة، لابد أن نشير لهذه النقطة باهتمام، هي جوهر المشكلة الآن. ما حدث في 2019 هو انقلاب عسكري نفسه، اللجنة الأمنية التي كانت تدير البلاد آنذاك هي التي خرجت ببيان وأكدت أنها غيرت النظام السابق، لكن لم يخرج الشعب كله ليغير الواقع في السودان. ما حدث هو كان خط ضخم جدا واستراتيجي فتح الباب إلى هذه الصراعات العسكرية. الذين جاءوا بعد انقلاب ابن عوف والشخص الذي جاء هو البرهان نفسه أدخل الذي يقود الانقلاب الآن في قائد الدعم السريع في ميتي، وجعل منه الشخص الثاني على مستوى القوات المسلحة وعلى المستوى السياسي، وبعد فترة وجيزة أصبح في السودان يقاد برأسين. هذا سؤالك الذي أشرت عليه قبل قليل، أن السودان به رأسين وبه رئيسين وهؤلاء كانوا يقودون السودان، والاثنين كان لديهم طموحات في حكم السودان. هذا قائد عام القوات المسلحة التي هي تعتبر الجيش الوطني الأول، يلتف حول السودانيين بوجدانهم وبانتماءاتهم وبمختلف ولاياتهم السياسية، ولكن يقدرون هذه القوات المسلحة. هذا شخص دخيل على تاريخ القوات المسلحة ودخيل على السياسة السودانية ومحدود القدرات، مسكين مغلوب على أمره، وأصبح فيما بعد مطية لأحزاب لديها مطامع في السلطة، ولشخصيات مثل العرمان كان يقاتل القوات المسلحة نفسها، ولديه مشروع سياسي في السودان الجديد فشل في كل العقود السابقة، يريد أن يحقق ذلك من خلال قوات الدعم السريع. لما فشلوا سياسيا ارتموا في أحضان قوات الدعم السريع ليعيدوهم إلى السلطة عبر انقلاب عسكري الذي جرى اليوم في السودان. لذلك هذه القوات هي لن تستطيع أن تفرض هذا الأمر الواقع على القوات المسلحة، ولن تستطيع أن تفرض ذلك على الواقع السياسي السوداني. هناك تجارب عديدة في السودان في التغيير الديمقراطي والتغيير العسكري وتستغير بعضه الأوضاع، لكن 4 سنوات الماضية شكلت فشل ذريع للذين جاءوا بالتغيير والذين انحازوا إليهم والتدخل الدولي والبعثة الأممية، وكلهم قد فشلوا في إدارة المرحلة الانتقالية في السودان، لأنهم يخافون إذا ما تم استقرار سياسي وانفتح مسار ديمقراطي كل الأحزاب التي ترتمي في أحضان قوات الدعم السريع والمبعوث الأممي لن تفضش أي وجود داخل الانتخابات، ولن يكون لديها حظ في أن تحصل محصلات سياسية عبر التغيير الديمقراطي. لذلك يريدون أن يحكموا السودان إما بقوة السلاح بانقلاب الدعم السريع أو بالوصاية الدولية عبر المبعوث الدولي، أو عبر تستمر الأحداث بهذه الصورة. هذا جانب. الجانب الآخر
أنت تعلم أخي الكريم أن السودان به موارد اقتصادية زاخرة وبه تنوع بشري زاخر. السودان مستهدف منذ أن أرسل في 56 حتى هذه اللحظة. لما جاءت حكومة تريد أن تستغل القرار السياسي السوداني حوربت 30 عام، استمرت هذه الحرب حتى هذه اللحظات، لذلك لن يسمح باستقرار في السودان. وهذه سياسة لكثير من الدول في المجتمع الدولي تسعى إلى إنشاء نزاعات خفيفة أو متوسطة أو كبيرة من أجل تحقيق مصالح لها سياسية وجيوسياسية واقتصادية في بعض المواقع. لذلك السودان يقع تحت هذه الدائرة، دائرة لا يستغير سياسيا أصلا، فتسلط عليه مثل هذه الأمور سواء نعم. كان دعم سريع أو حركات سياسية ترتمي في أحضان الدور الأجنبية من أجل تحقيق أهداف سياسية داخلية. نعم دكتور ضوينة، يعني هل تعتقد أن الوصول إلى نقطة تلاقي وحوار بين طرفي الصراع بات مستحيلا اليوم مع الاتهامات بين الطرفين بالمسؤولية عما يجري؟ حقيقة الآن تباعدت المسافات بين الرجلين، ولهذا لا بد أن يتولى الشعب زمام الأمور، وأن يخرج الشعب السوداني غدا في مسيرات هادرة يطالب كل المظاهر الانتقالية من شخوص مدنيين وعسكريين بالابتعاد عن الدولة السودانية، لأن هذه الدولة دولة شعب، والشعب يجب أن يكون حريص على دولته. ما دام أثبت الأمر أن هؤلاء الذين يتولون فترة الانتقال غير رشيدين وغير حريصين على الدولة السودانية أيضا وغير حريصين على بناء وطن رشيد، فيجب أن تكون هنالك رؤية واضحة لهذا الشعب. طيب عفوا دكتور، نعم دكتور ضوينة، يعني إلى أي حد تبدو هذه الدعوة واقعية؟ يعني تعلم تماما أن الصوت اليوم في الشارع السوداني في الخرطوم وفي مناطق السودان هو صوت السلاح، فإلى أي مدى تبدو هذه الدعوات واقعية؟ ولو ترك صوت السلاح هكذا يستمر فترة يتعب فيها الشعب السوداني وسيموت نصف الشعب، لأن يعني هذه أرض المعركة، هي عاصمة السودان وفيها اكتظاظ سكاني كبير جدا، خاصة المقرات العسكرية سواء كان للجيش أو للدعم السريع، فبالتالي الضرر كله سيكون اتجاه الشعب. إذا قال الشعب قولته بأن هؤلاء الناس يجب أن يتم تحويل وتبديل هذه القيادات ودمج الجيش في الدعم السريع في الجيش وكل القوات الأخرى، وقيادة عسكرية القيادة الجيش السوداني تتولى إدارة الأمر بتكوين حكومة فورية انتقالية والذهاب إلى انتخابات، وبالتالي الخروج من هذه الحالة، لأن هذه الحرب التي بدأت وبدأت شرسة جدا وبدأت قاتلة وبدأت بطريقة يعني أزعجت الشعب السوداني وحيرته، يعني كانت تكون هذه الحرب بهذه الشراسة، لأن هنالك أعداء يعني بين القوتين، يجب أن يسيطر الشعب على الأمر. كنت ضيفنا عبر الهاتف من اسطنبول الأكاديمي والمحلل السياسي السوداني دكتور محمد أحمد ضوينة، نشكرك جزيل الشكر، كما نشكر ضيفنا الذي كان معنا عبر الهاتف أيضا الكاتب والمحلل السياسي حامد ممتاز. شكرا لكما ضيفي الكريمين.